Player One. حسام غريب 20 سنة من مدينة مينيا الأمن محافظة الشرقية. Player Two. أي عبد الله 17 سنة من فيصل. نقاط قوة حسام صوت حلو قوي وحساس وعنده كاريزما عالية قوي. نقاط قوة آية صوتها جميل ويطرب وفي سن زي ده تبقى حاجة جميلة جدا. بعيدا ان احنا اخوات اصحاب لازم واحد يكسب والتاني يخسر. الحياة تحدي عشان اوصل لهدفي. الليلة هتكون المنافسة قوية جدا. الاغنية اللي جات لنا اغنية عيون القلب لنجاة الصغيرة. نقط ضعفي ان انا اخاف بقلق طبعا. مش هستسلم وهسابر هخلي صوتي يوصل لكل العالم. نقطة ضعفي التركيز الزيادة، كل ما زاد عن حد وانقلب ضده ممكن يخليني أغلط إن أنا في الغنى في اللحن أنشز أخرج. هتحداك يا حسام. عم صلى على النبي ما تعرفنيش أصلا. يبات الليل يبات سهرة على رمشي وانا رمشي مدى النوم وهو عيونه تشبع نوم وانا رمشي مدى النوم وهو عيونه تشبع نوم. روح روح يا نوم من عين حبيبي. روح يا نوم. حبيتك يا حبيبي من غير ما اسأل سؤال وبسهر يا حبيبي مهما طال المطال. وما خلانيش انا ازاي انا بقدر اسهر وازاي تقدر تنام.
مش بعنون وانا بمشي مدى النور وهو عيونه تشبع نوم روح يا نور من عين حبيبي روح يا نور الله الله يسلم هالصوت آية وحسام يعطيكم العافية اتفضلوا غناء رائع انا لو عليا طبعا نقعد كلنا مع بعض ونعمل حفلة كبيرة وما نخليش حد يروح خالص استاذ حلمي بكر حتخلي حسام يحقق حلم ست الكل والدته اللي بنوجه لها تحية كتير كبيرة ام حسام ويكمل في الفن لان صوته حلو انا عايز اقول لوالدته شو رايك لو ابنك صوته جميل جدا احساسه عالي جدا جدا ما اقدرش اقول عليه غير انه مطرب كويس وهيبقى محترف وهيبقى حاجه عظيمه جدا جدا ان شاء الله يا رب ورايك بايه وراي حضرتك بايه مامتها برضه بتتفرج ايه بالنسبه لسنها انا سامعها حرفيه يعني دايما المطرب لما بيتولد جديد بيبقى بيغني وخايف من الغنى هي جريئه وماسكه المقام وبل اضافت عليه احساسها والعربات والحليات اللي هي بتقولها دي وبتاع ومحيرني برضو الاثنين انما انا شايف في حاجه اسمها الاصدق مش الاحلى الاصدق هي ايه كده على طول كده على طول حرق لي اللحظه لسه بدري انا بقى الاصدق الاصدق ايه يا جماعه الفنانه سميره سعيد هناخد رأي حضرتك قبل ما نقول لواحد منهم بالسلامة السلامة يا حبيب قلبي تفضل مش عايزة أقول بالسلامة يا حبيب قلبي خالص يعني عايزة أقول إنه النهاردة حسام أنت صوتك حلو مش هنتكلم على الصوت ولا إمكانياتك أنت النهاردة غنيت حلو إمكانياتك حلوة شايفة إنه إن شاء الله هتبقى حاجة جميلة جدا بإذن الله آية أنا يعني مستغرباكي وشايفة إن بجد صوتك أكبر من سنك بكتير وخبرتك كأنك واحدة يعني بقالك متمرسة ومحترفة في الفن فأنا ما شاء الله عليك يعني حاجة جميلة جدا يعني انتوا الاثنين الحقيقة مواهب عظيمة يعني. أستاذ هاني حضرتك قلت الآية هيبقى لك مستقبل كبير قوي قصدت في صوت الحياة ولا في الحياة عامة والله أنا شايف في الاثنين يا رزان يعني فعلا برضو أنا عايز أقول إن حسام من الأصوات الحلوة جدا اللي وصلت معانا للنهائيات صوت مختلف وإمكانياته رائعة آية الحقيقة يعني مختلفة شوية لأنه فعلا زي ما قالوا الأساتذة تحسي إن عندها خبرة طويلة بالرغم من صغر سنها يعني فعلا أداء مطربة كبيرة واثقة من نفسها عربها في محلها أدائها بإحساس يعني معرفش أقول لحضرتك على فكرة السيدات الصغيرين في الحجم فعلهم كبير جدا في الحياة والقرار كلام مش لينا أستاذ حلمي على فكرة يعني كلام مش لينا أنا وإنتي يعني خالص أنا ولاش يعني. علاقة تانية من قبل الله بقى قمر الكلام كله على آية بالظبط كده أستاذ حلمي اتفضل حضرتك أنا لما قلت إن أنا مصدق آية ما قلتش نتيجة أنا لما جيت قلت أنا مصدقك مش معناه إن قلت إن أنا اخترتها دلوقتي لحظة حاسمة أيوة دلوقتي عشان أقول بختارها برضو تاني الله عليك اسم الآية وابتسامة كبيرة وجميلة الاسم مدام سميرة اتفضلي آية مبروك لآية وإن شاء الله يا رب تكبري وتفضلي صوتك جميل ونجمة كبيرة وباي باي لحسام وبالتوفيق طبعا وسلام لوالدتك ست الكل مزيد من الأغاني الحلوة الجميلة مزيد من الأصوات الرائعة مزيد من التحديات التنافس والتشويق في صوت الحياة بعد البريك كونوا معنا